السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم أصدقائي؟ رجعنا فيديو جديد وحلقة جديدة عن محاكي المزرعة. بهذا الفيديو راح نبلش سلسلة إن شاء الله جديدة لأنه عم نستخدم ماب جديد، فقررت أن أبلش فيها ماب يعني سلسلة خاصة لها، قائمة تشغيل خاصة فيها لأي شخص حابب يدخل ممكن يستخدم المود هذا معي أو ممكن يدخل منها ويتعلم على الأشياء اللي راح أشتغل فيها. إن شاء الله بهذه السلسلة راح أمشي فيها، كل فيديو راح أنزل لكم نزرع مادة معينة ونحصدها ونفرجيكم كافة الأشياء، ومرة بنجيب حيوانات نربيها، وكل فيديو راح يكون منفصل بشكل كامل لأنه المزرعة مجهزة في كل شيء، أو المود مجهز في كل شيء، أو الماب مجهزة في كل شيء. فاليوم راح نبلش أول شيء اللي هو الأساسي اللي هو موجود دائما كاي موجود، هو القمح موجود مزروع بالأرض. طبعا انتوا راح تنزلوا تلاقوا الأرض مزروعة جاهزة راح تاخذوها. طبعا أنا انتوا شايفين في معي تقريبا مليون وشوي، أنا هيك عم بشتغل وعم بحاول اني اصلح، يعني حتى افرجيكم من كثر ما اشتغلت بالماكينات تعبت صراحة. فهي راسها هلا بدي اروح اجيبه، شوفوا شلون هاي الماكينات من كثر ما اشتغلت، شوفوا صارت قراص بيض. طبعا ما تصير قرص ابيض فعناته هي الماكينة من كثر ما تعبت فصار القرص لون ابيض. هلا راح نصلحها ونفرجيكم شلون هي تعبانه وشلون ريبلي، يعني بدها ريبلي كثير، يعني بدها صيانه كبيره. هاي اول شيء. ثاني شيء عشان اعلم الناس شلون نسوي الصيانه، وفي ناس سالتني شلون راح نسوي الرش الجير، ان شاء الله راح اتركوها هذا بالفيديو الجاي لانه الارض بعد ما نحصدها بدها جير، وبعد ما نحصدها وابذرها راح اتركها لفيديو كمان لقدام او فيديو الجاي، فيديو الجاي لان الجير ممكن نحط بعد البذر. فحطلكم في الفيديو الجاي ان شاء الله راح احطلكم شلون نحط الجير او الكلس، افرجيكم اياه وافرجيكم شلون نستخدم مواد الاسمده، كله هذا راح يكون بفيديو الجاي ان شاء الله. بس اليوم راح كل ما هنالك راح نعمله نعلمكم شلون نصلح الماكينات ونعلمكم شلون نحصد وشلون نبذر. خلينا ناخذ هي، طبعا بما انه انا ارضي كبيره راح اخذ، هلا بفرجيكم اياه. طبعا بما انه انا ارضي كبيره ف راح اعمل اشي مهم جدا، اني راح اغير الحصاد. امشي يا حجي، بس خليني اكمل. بدي اروح ابيع الحصاده هي واشتري حصاده اكبر. وطبعا ليش انا حاشتريها اكبر؟ لانه الارض كثير تعذبت فيها، واشتريت انا هدول الماكينتين احكي لكم عليهم بالمستقبل اشتريتهم، لاني قبل ما طلعت المصاري هي فحيت صراحه، فاجباري يعني بدي. بس ان شاء الله هو هلا هذا يمر من الجسر بكل سهوله، نسوي لي مشكله هذا بالتراكتور. وهي مكان المي اللي حكيت لكم عليه الفيديو الماضي، قلت لكم بفرجيكم اياه ان شاء الله بعد الفيديو. اليوم راح اشتري لكم حصاده. طبعا في ناس اشتكت من الماب قالت لي وقف هذا الحصاده، في ناس اشتكت كثير من الباب قالت لي انه الماب شوارعها كثير ضيقه فما ممكن حصادات كبيره تمشي فيها. فلذلك انا اليوم جبت لكم الحل الامثل للحصادات الكبيره. بس خليني اوقف الفيديو، انقل العربيات كلها اجيبها لهون وبعدين نكمل. تمام، وهلا وصلنا الماكينات لهون عن المكان الشوب. طبعا اول شيء رح نسوي صيانه لهي الماكينه، نفصل التريلا ونخرب، حتى شايفين حتى التراكتور الامامي كمان خربان، الاثنين بدهم صيانه. فرح نسوي لهم صيانه هلا. اول شيء بنجي لهون بنسوي له صيانه، شوف شلون منتهي منتهي يعني منتهي، بده صيانه كامله. فنعمل له ريبير تمام، ونرد هلا بنجيب هي بنرجعها شوي لورا. اتوقع ذاك التراكتور كمان بده صيانه. طبعا الصيانة الدورية ممكن في ناس ممكن التراكتور عم يشتغل، بس إذا ما سويت له صيانة بصير أداؤه أبطأ. هي أنا انتبهت عليها، لما يكون مصين وأموره لوز فتلاقيه كتير سريع. تمام، هي صلحنا التراكتور. وهلا أنا التراكتور التاني هذيك الحصادة رح أدخلها أبيعها، رح أشتري حصادة أكبر بتفيدني بالعمل. خليني أصف هي هون. اتوقع التراكتور بده صيانه، لانه انا مش قبل شوي كنت عم بسجل صلحت هي اللي بتحرث بس، ولكن خرب التسجيل او مو خرب، في اخطاء انا ارتكبتها فقلت اعيد التسجيل كلياته. فخلينا نصفها هون. تمام، يعني راح نبيعها كلياتها. طبعا هي حقها كثير غالي، فخليني سيل اسوي له سيل اشوف ايش يحسب لي اياها. 89000، الله 79000، الله لا يرفعها 100000. تمام، رد بي هاد 25000. تمام، بعنا هلا. هلا بدنا نروح نشتري الحصاده الكبيره اللي عم نحكي لكم عليها. طبعا انا حسب ما شفت احسن حصادتين هن هدول اثنين، هدول اثنين. ليش؟ لان هدول هي لشوف هي كويسه، بس هي المشكله بهي الارض بهي الماب ما تزبط. ليش؟ لانه الراس تبعها تبع اللي بيحوق يعني بيحرث او يحصد الدوار الشمس والذره والقطن، هالثلاث انواع لهي ما بتحصد قطن، ما بتحصد قطن.
والقطن هدول ثلاث انواع بدهم الراس تبعهم، هذا الراس تبعه يكون عريض فما يتصغر، عرفتوا شو الفكرة؟ اما هاي التري وهي الراس تبعهم يجي صغير، واللي بيحصد القمح والشعير وهالموارد الفاصوليا وهالقصص هاي بيكون راسهم له دواليب. ممكن نجرب التريل ولا راح افرجيكم بهذا الاشي قدامكم. انا طبعا هون في عندي 200 430 و420، حتى الروس يتركبوا على الاثنين سوا، فانا راح اخذ الاحمر حتى نسوي تشغيل تغيير لون. خلينا على الستاندر لان اذا بدنا اي شيء نعدله عليها بعدين مستقبلا ممكن نعدله بكل سهوله. طبعا انا راح اشتري الراسين اللي راح احتاجهم مشان افرجيكم شو راح تكون عمليه نقلهم. هذا الراس الاول اللي هو 89000، طبعا في عندنا هذا الراس الثاني ممكن تشتروا فيه روس، الروس كثير تركب عليها، لا تقول انه بس هذا الراس، شوف هذا الراس بيركب عليها، في عندك اتوقع هذا الراس يمكن يركب، هذا الراس بيركب، شوف هذا مختص لدوار الشمس، المهم او دوار الشمس، دوار الشمس. راح ناخذ هذا الراس لونه احمر، شوفوا مع دواليبه جاي، وراح ناخذ تبع القطن، انا في المستقبل راح انزل لكم فيديو ان شاء الله عن قطن. طبعا في عندك راسين هون، هذا وهذا، تمام، بس الفرق بيناتهم انه هذا بيركب بس لهي الماكينه، اما هذا بيركب للماكينه الصفراء، فاذا احتاجت اشتري الماكينه الصفراء ممكن اركبها، اسمها SR10، تمام، فراح نشتري. خلي كمان لونه احمر، طبعا انت هون ممكن تغير اللون تستاجره او تعمل انت اللي بدك اياه، المهم نعمل له باي باي، تمام. هلا ضلنا 500000، ايش بدنا نشتري كمان؟ طبعا لازم اشتري محراث، واجهوا هذا الاشي مستقبلا، بس المحراث حاليا انا ماني محتاجه، تمام، لاني رح اكتفي بهي الاداة اليوم، بس رح نزرع ونرجوكم بداية الحصاد، بس لانه هذيك كتير هلكتني بالحصاد صراحة. شوفوا رح ركب هذا الراس تبع القطن احطه بالمستودع، طبعا انا حكيت لكم انه صار لي تقريبا عم بجرب بالمودات اللي شي 4 ساعات او 5 ساعات تقريبا، مو بالمودات عفوا، انه انزل ماكينات ارخص، في ماكينات ارخص، بس المشكله قلت لكم انه عمليه نقلها ما يكون هيك لها تفله، او مثلا شوفوا هي وين تعلقت هون على الحرف، فهذيك تيجي بالنص بنص السياره، اي فيضرب هي بهي حرف الحصاده من ورا، شو اسمه من ورا، فالحصاده من ورا الراس بيضرب حرفه بيضرب من ورا، فيصير مشاكل كثير. المهم خلينا نصف هون. طبعا حاليا لحد الان انا مستخدم غير مود واحد اللي هو اسمه فولمي، اذا انت بدك تستخدمه، في ناس بتسالني هذا بده تصليح التراكتور، خلينا نروح نصلحه كمان قبل ما اروح مصفاني، اذا بدك تستخدم المود اسمه فولمي، تمام، اذا بدك تعدله من هون مثلا، بدك تعدل الدولي، بدك تعدل اي شيء فيه ممكن تعدله من هون، بس في شغله رح احرك كل هي هاي الشقفه، هاي الشقفة اشرح شغلتها رح اقول لكم بعدين، بس المهم احفظوا هاي الشغلة، لازم نحن نركبها للتراكتور، حاليا ما رح اركبها لاني مالي بحاجة صراحة حاليا، بس مستقبلا رح احتاج لها، تمام، فانتوا ركزوا انه هاي التراكتورات لازم تركب عليها هاي الاشي. طبعا هاي الاشي ما تركب غير الفئات المتوسطة والصغيرة. هلا ممكن انا افكر اني اشتري تراكتور، لا بس اذا بدي اجيب محراث اكبر بدي تراكتور اكبر. طبعا انا حاطط حاليا البذرة رح نزرعها فاصولية، بس رح نشوف ايش رح نحصد وراح نزرع اللي بعد، نتأكد نحن ماشي بشكل صحيح لانه طرقنا غلط لعنا بالعرض، يعني شوفوا حتى هاي انه اساس صغيرة وفي لها صندوق بس ما يحتاج، فهي اي اصغر ما بصراحة يعني ممكن تمر على راسك، فخليني هاي اصفها وين، تمام، خلينا هلا نروح نصف هاي الماكينة او الراس نحطه بشي مكان امن. جاي الماب خرافية لا يعلى عليها صراحة، شايفين هذا الانقار والله جميل جدا بس ما يسع، كان حطيته بقلبي لا يسع هذا الراس كله، والله يسع. طبعا راح اجيب بالمستقبل اداة حتى نشيل السجر، تمام تمام هون، في عندي مغسلة هون، نسيان والله، اي خبر مو نسيان، ماليش خبر اساسا، والله كبيرة الحصادة يا شباب، فخامة، هاي بكرة امسك عليها مشاريع بتلاقوا الملايين عم بتهف عليها، والله كانت بتبقى اول مليون، بس كما يقول المثل الكبير، اكثر مليون تعذب فيها بحياتك اول مليون، بعدين الملايين بتهرهر هرها. طبعا هلا في بعض منكم يسأل لماذا يوجد ورود في العشب؟ او لماذا يوجد ورد؟ رح نجاوبكم على هذا السؤال الان، بس ولكن انتظروا قليلا، خلينا نركب الراس. طيب مثل ما انتم شايفين بنسكر له هي، هي سكر الدواليب، شايفين شلون، تمام، هلا كله فتحنا الراس زي ما انتم شايفين،
تمام. نو اشتغل يا باشا. لا لا او تمام ماشي. نحن زارعين فاصولية، تذكرت. شوفوا يعني نشرح هلا على الشاشة ايش مكتوب. مكتوب نيد سليم، يعني انت تحتاج الى الكلس او الى الجير اذا ترجمتوها بجوجل. تمام، الجير والليم راح نشرح لكم بعد ما نخلص حصاد ونبذر. يعني هو الجير ممكن باي لحظه انت ممكن تحطه، راح افرجيكم شو نحطه. الوود اللي هو 100% في له عده مراحل ممكن نزيله فيها. بالمرحله اللي انا فيها ما بقدر ازيله فيها لانه خلاص طلع صار كبير. الشيء الثالث انه فريل فريتليزد هو السماد قصده، كمان سماد حاليا ما عندي. فانه رحنا زارعين صابون، مو صابون، صبون يعني هو فاصوليا. فاليوم رح يكون الفيديو هاد كله بس على الفيديو صابون على الفاصوليا. رح ازرع بدالها انا، رح ازرع قمح. تمام، هلا نبلش نروح ماكينة البذر اللي هي حصادة اللي هي عفوا اللي بتحرث. انا جايب انا ماكينة اكبر بس تمام اتس اوكي نو بروبليم. طبعا في ماكينات ما شاء الله يعني متطورة جدا، هي تحصد وهي تبذر. هي تحصد، شوف ما فهمت، تحصد هي اللي تحرث وتبذر وتسمد وايه بتسمد. ثلاث شغلات بتسويهم سوا بس كثير ضخمه وكثير غاليه حاليا. فحاليا احنا قدرتنا الماليه غير كافيه لانه نعمل هذا الاشي. فخلينا ننظف حشوف حتى حاطين ميتور تراكتور عايف عايف حاله هون بالشغل. طب تمام، خلينا ننظف هذا التراكتور الثالث هون. طبعا نسينا ناخذ لهم صوره 3D بس يلا نظبطها. هلا خلينا نشوف هذا هون في عندنا غير اشي لازم نسويه. انت حاليا ما لك اي شغل ولا لك اي دور. بدنا نروح نجيب له التريلا مشان ايش؟ مشان نعبي الحاصل القمح او اللي بيطلع معنا. طبعا احنا في هلا احنا بحاجة التريلا حتى نلم القوالب من الارض، فراح اشتري ماكينة بس حاليا ما راح افرجيكم شلون التفاصيل شلون اشتريها ونسوي الشغلات هاي لانه انتم مالكم بحاجة ذاتا انه يكون، لانه احنا بس نحكي عن طريق الحرث والبذر بس. هلا نحن اول مرحلة اللي هي الحراثة عفوا الحصد. تمام، خلصنا حصد وبالكامل عندي اياه جيمس شكوروفي بالسرعة تبعيته يخلي التريلا تشفط لحالها. وهذا ماشي وراه بشكل طاير طيران ما شاء الله. اوكي انا دخلت رودة 15 اتصلت ليش التراكتور وحصد سرعة 5. ادي حجي دمر حياته للحصد للتراكتور. اوه وات ذا فاك، اجى بجلسه العامل يعرف يجلسه عجب. استنى شوي عليه شوفوا يعرف يجلسه. تمام خلينا نقول عنده جلسه لانه ما راح يعرف يتجلس حوله. يعني لو بتعرف شو تحب تحكي اللحظه تصير احترافي بالتجليس. تمام كمل روح. والله نحن تقريبا تقدر تقول خلصنا اول خط فخلينا نتركه. طبعا راح نروح له شوي على الشوب اشتري كم شغله نحتاج لها. اللي هي اولا راح نحتاج لماكينه، نحتاج تريلا للجير. طبعا افضل تريلا للجير في عندك هي وفي عندك هي. طبعا هي ترش بس سماد، هي بتاخذ السماد والجير الاثنين. طبعا هدول تركبوا وحده هذا وش التراكتور وحده تركب بهذا التراكتور. احنا ناخذ هي لانه هي الوحيده مختصه برش الجير. طبعا ليش ما راح ناخذ هي؟ لانه هي كتير كبيرة ويعني دولابين على الفاضي. نحن هاي ونسوي عليها شوية تعديلات بالاوبشن تبعها. والله انا شايف حتى نتركها مثل ما هي ما بدها بس اعرض الريش تبعتها. طبعا هون نكبر الحجم مش قد بدنا نحطه. والله بيج 14000 والله خلاص خليها البيج مشان ما نضل رايحين جايين كل شوي نحمل. نحن ركبنا البيج وش صارت سعته 14000 طن، يعني نسبة جدا كمية جدا كبيرة وبيغطي من نصف 18 متر. طبعا اذا شلناها راح يغطي 12 متر فخلينا هنا 6 متر خسرنا عليها كلها بعضها حقها 8000. تمام راح نشتري هاي القطعة حقها 48000 صار فليش مشان ايش؟ فليش مشان ايش؟ طيب تمام. طبعا في زحمة الماكينات كلها اللي عم نشتريها اكيد راح نحتاج التراكتور. فراح انا اخذ واحد من فئة متوسطة راح يكون اللي استخدامه جدا كتير كبير للتراكتور. فانا اشوف هذا ال او 200000 شوف هذا قوته اكبر سرعته اكبر. والله 50 يكفي، انا بدي الاكبر الاقوى. خلينا نشوف يتركب عليه اللي بدي اياه. حلو تعدى الميتور يصير اكبر نايس حلو. شو هاي؟ هاي اللي بدي اياه انا مشان الوتش اللي عم نحكي عنه.
1500 يس. شو هي؟ لا ما بدنا، خلينا الدولي بالاساسيات. تان اللون ما نقدر نغيره. تمام يعني جد انا هلا هيك عم بسطهج عملية الصرف. تمام هلا لما ركبنا الراس رح نحتاج الاشي نشتريه. طبعا هاي الاشارات انا دايما اركبها لانه دايما احتاج لها صراحة، فراح نركب. طبعا في هي اثنين، هي التركتورات المتوسطة وهي التركتورات الكبيرة. وبرك هي كمان لا، هي رح ناخذها هي ونحط لونها اخضر نفس لون التراكتور عشان ما يتغير. تمام ورح ناخذ من هي الستافة، رح ناخذ هي لان هي نحتاجها كمان كتير. غالي كمان يكون لونها اخضر بس هذا شوي اغمق. تمام خلينا ننقلهم هلا على الارض وبعدين نورجيكم اخر جزء اللي هو عمليه زراعه المحصول. طبعا هذا كله راح نترككم في الفيديو الجاي ان شاء الله، راح نكمل نحكي لكم عن الجير شلون نرشه، شلون نرش كتير نكمل الباقيات. بس هلا خلينا ننقل هاي على الارض ونلم الجير الموجود بالاراضي تبعنا. تمام هلا ندخل بالمرحله الاخيره من الفيديو، لان صار الفيديو كتير طويل صراحه فما بدي اطول عليكم كتير. فخلينا طبعا بالفيديو الجاي ان شاء الله راح نحاول نغير المحراث ونغير هاي، راح نجيب ماكينات اكبر وكنا راح نشتغل اكثر ان شاء الله ونورجيكم محاصيل غير ان شاء الله في المستقبل. بس ولكن بدنا دعمكم ولايكاتكم، وطبعا معتمد على اشتغل على جمعيات صغيره مشانكم. طبعا بدنا نغير طوبه طوبه قبل ما تشتغل حجي طول بالك. مثل ما انكم شايفين تحت اسمه سيوبونس هو الفاصوليه، فانا ما راح ازرع فاصوليه، راح ازرع خلينا نزرع اول شيء قمح، او خلينا قمح بلش نوع نوع بالترتيب. خلينا بدل الفيديو نزرع كل القمح. تمام هلا القمح بلش ينزرع او بلشنا بعمليه البتر القمح. هون خلصنا المراحل الاساسيه للزراعه. طبعا راح احكي لكم بفيديو الجاي شلون راح نرش الكلس وشنون راح نرش السماد. طبعا له وسيلتين، وكمان وفي وسيلتين لرفع حشرة الود او هي الاحشار او حشر او اسمها الاعشاب الضارة هي الود. راح افرجيكم كمان لها طريقتين للازالة، راح افرجيكم اياها ان شاء الله. طبعا انا راح اشرح لكم طريقة، ما راح اشتري الماكينة الثانية لان الماكينة ما هي مهمة. فتحبوا انتم اشرح لكم بالماكينتين ما عندي اي مشكلة، ورجيكم يعني هي اساسا ارضيه جدا كبيره ممكن نعتمد على الشغلتين هذول سوا بنفس الوقت. فبس بيكون هون خلص الفيديو، لا تنسانا باللايك والاشتراك، تنسانا كل يوم فيديو جديد وحلقه جديده ان شاء الله الساعه 6 وبرمضان انزل لكم اياها 7:30. وبس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، باي باي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل خدمه الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.